انا كليه تجاره عاوزه ابقى معيده في الكليه، بس جبت في سنه اولى جيد جدا وفي اداره الاعمال امتياز، هل ممكن ان يكون ليا فرصه؟ السؤال التاني، هل الشركات المالتي ناشونال اهم حاجه فيها اللغه؟ مش هتفرق لو عربي او انجليش. لو عاوزه تبقي معيده في الكليه، انت جبت في سنه اولى جيد جدا، وفي اداره الاعمال تقصدي الماده ولا تقصدي في السنة تانية؟ لو تقصدي المادة، لو انت جبت مادة امتياز والتوتال بتاع السنة جيد جدا، الفكرة انت قدامك 4 سنوات، استمر بقى وحاولي تجيبي امتيازات عشان ان شاء الله تقدري انك تتعيني معيدة وتطلع من الاوائل، لانه بيبقى في منافسة شديدة وممكن الجامعة تقول لك لا ده انا عاوزة اول 2 اول 3 بس. هي دي الفكرة. طيب الفرصة بتكون لازم انك كمان تبقى عندك بلان ايه وبلان بي، خطة اولانية ابقى معيد ان شاء الله واجتهد، ولكن ما يبقاش هو ده حلمي خلاص، يبقى لازم احط بلان تي بلان بي وبلان سي، الخطة تانية وخطة تالتة. شركات المالتي ناشونال اهم حاجة فيها اللغة، مش بس اللغة، هي الفكرة انه اهم حاجة اللغة الانجليزية، لان هي مالتي ناشونال بتتعامل بشكل اجنبي، فيجب انك تهتم باللغة الانجليزية. واللغة العربية كمان مهمة لانها بتعمل فرق كبير في شخصيتك، ولكن يجب انك تهتم باللغة الانجليزية مع اللغة العربية واللغة الإنجليزية أكتر، لأن هذه المنظمات بتعتمد عليها في تعاملاتها والإيميلات وكل حاجة داخلها.